فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصلي النافلة في البيت لكن صلاتي تكون قريبة من الباب أو أمام الباب. نعم. يقول: أصلي النافلة في البيت. نعم. لكن صلاتي تكون قريبة من الباب أو أمام الباب، فهل هذا صحيح؟ الصلاة صحيحة، لكن يكره أن تصلي إلى باب مفتوح، لأنه قد يدخل أحد فيشوش عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الباب إذا صلى، وإذا جاء علي فإنه يتنحنح للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم الرسول ويفتح الباب هو يصلي، يتقدم خطوات ويفتح الباب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم.